سوري. بسم الله الرحمن الرحيم. تكلمت البارح لكم في البث المباشر عن طريقة النث في البيوت، نوقف الملح ونوقف غسل البيوت بالماء والملح والأشياء هذه. خلاص الآن أفضل طريقة الآن، على أساس أنكم ما تبدون في الملح وتتعبون وتحطون وترشون في بعض الأماكن، وربما بعض الناس مثلا ما يجيد طريقة رش المنزل فتؤذون العمار وتؤذون بعض الشياطين الله يحميكم فتتعبون. خلونا بطريقة النث، أما الرجال أو النساء، ولكن أنا أفضل يكون الرجال في البيوت، هم من ينفث بالمنزل بالطريقة هذه. هذا إحدى الغرف مثلا، أجي أوقف بهذا المكان، أوقف بطريقة صحيحة على اتجاه الزاوية، أقول بسم الله الله أكبر بالطريقة هذه فقط بدون ريق، ولكنها بصوت النفث، لأن النفث أقوى ما يخرج الشياطين. مثلا بالزاوية الأخرى، هذه غرفة واحدة، ولكن بالبيت بصفة عامة، غرف النوم، بالمداخل، بكل مكان في منزلكم بالطريقة هذه، تقف بهذا المكان تقول بسم الله الله أكبر، أو قصت الغرفة باتجاه هذا باتجاه الغرفة باتجاه تصوير على الغرفة كاملة مثلا بالطريقة هذه، بسم الله الله أكبر، بسم الله الله أكبر، ودوران في المنزل بصفة عامة في كل مكان بمشيئة الله سبحانه وتعالى، ويكرر مرة ومرتين وثلاثة قبل الغروب آخر الليل بكل وقت، ما عندكم مشكلة في الوقت ولا عندكم مشكلة في الكمية، ولكنكم وقفوا الملح تماما، وقفوا الرش بالماء. أما الاغتسال بالماء اللي عليها رقية فاستمروا فيه بالاغتسال، ما عندكم فيه أي مشكلة، أسأل الله العظيم رب السماوات والأرض أن يشافي الجميع. السلام عليكم. عن تحريج البيت تروحون تلفون في بيوتكم، تدخلون غرف النوم، تدخلون في كل مكان، توقفون بوسط الصالة مثلا أو بوسط غرفة النوم أو بالوسط أو بأي مكان من غرفة، كل غرفة إلا دورات المياه لها طريقة ثانية، ثم تقول بسم الله الله أكبر لا إله إلا الله، ثم تنفثون في البيت. لو أضفت عليها أناشد كلما أو أسألكم بالله كل من سكن هذا المنزل لا تؤذونا ولا نؤذيكم، أن تتركوه طاعة لله ولرسوله، ثم تكررون كلمة التوحيد وتنفثون في البيوت. بعدين في دعاء ثاني اللي هو ذكر، بسم الله الله أكبر على كل ساحر وساحرة، بسم الله الله أكبر على كل عاقد بالسحر وعاقدة، بسم الله الله أكبر على كل نافذ بالسحر ونافذة، بسم الله الله أكبر على كل عاشق من المس وعاشقة، بسم الله الله أكبر على كل حاسد وحاسدة، بسم الله الله أكبر على كل صائب بالعين وصائبة ولم يذكر الله، بسم الله الله أكبر على كل معتدي ومعتدية، بسم الله الله أكبر، إن الله عزيز ذو انتقام. وتنفثون على أنفسكم أو تنفثون بالماء وترشون بيوتكم أو تغتسلون فيه، نعم، وتقرؤون عليه لو حبيت سورة الزلزلة. نعم. اليوم فيه أحد الخط طبقت، فتطبيقها كان ممتاز جدا، فأنا بقول لكم عليها أساس تستفيدون أنتم من التطبيق. في واحدة من الخوات أرسلت علي اليوم تقول لي، أبقرها عليكم، طبعاً أبقرها عليكم. أول شيء نقول ما شاء الله تبارك الرحمن، طبقت رقية شرعية نزلتها الآن عندكم في البايو موجود، استنوا عن التفسير استفيدوا من الموجود. تقول السلام عليكم ورحمة الله، يا شيخ أنا شفت أحد مقاطعك تتحدث عن الرقية الشرعية للبيت، اتبعت الطريقة اللي قلتها وكنا نمر بفترة مشاكل كثيرة جداً 3 سنوات ومشاكل ما تنتهي، وهو عشان تفرق بين بعضنا بعض، بعدها اتبعت طريقتك بالرقية الشرعية، فجأة هدت المشاكل وبدأت الأمور تتحسن، وحياتنا كانت معطلة جدا، أمورنا معطلة، أختي كانت معلقة لمدة 2 سنين وبعد الرقية على طول تحدد يوم زواجها. قبل كذا هذا اتصل أحد الأصدقاء، أصدقاء أخي، وأخبره بأنه أنها حلمت فيكم وفي بيتكم سحر أو عين قوية أو حسد، من بعدها اتبعت طريقتك والحمد لله بدأت حياتنا وأمورنا تتحسن بعد الله سبحانه وتعالى، ثم أنت طبعا الشكر لله سبحانه وتعالى فقط. فطبعا الرقية حقتها طبعا طلبتها منها أنا للتذكير، قلت ارسلي علي الرقية اللي أنت طبقتها، فأرسلتها علي ونزلتها لكم الآن هي في الاستوديو، هي للبيوت لمن يعانون منكم، أنا نزلتها للي يعانون عندهم مشاكل تعطيل في الزواج، اللي عندها خلافات مع الزوج، اللي عندهم اللهم صل وسلم على رسول الله نفور، اللي عندهم السحر ما يدرون وينه في البيت، اللي عندهم تفريق في العائلة، الأسرة يكون بينهم مشاكل، ابدوا فيها ما شاء الله، يقول بديت فيها اليوم، ابدوا فيها طبعا موجودة عندكم في الاستوديو.